كل مؤشرات الحرب في أوكرانيا تجنح إلى التصعيد أكثر من التهدئة، وعداد القتلى لا يفرق بين عسكريين ومدنيين. في خرسون تؤكد السلطات الأوكرانية مقتل مدنيين وإصابة آخرين في قصف روسي على المقاطعة بعد ساعات من نشرها حصيلة الضربة الأخيرة على دنيبرو. حادثة دنيبرو نسبها الكريملين إلى صواريخ الدفاع الجوي التي أطلقتها أوكرانيا، كما أكد حاكم سيفاستوبول في القرم إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود. جبهة ملتهبة تقابلها معارك عنيفة ومستمرة في منطقتي كريمينا وباخموت بالجانب الشرقي. وبين تأكيد السيطرة من موسكو وتأكيد المقاومة من كييف، لا تزال مدينة سوليدار في قيد المعارك. دخول مقاتلي فاغنر على خط المواجهة أكسب الجانب الروسي مزيدا من الصلابة بحسب تقارير وزارة الدفاع البريطانية. معطيات ميدانية لا تبشر بسلام قريب، يقول الأمين العام للناتو، ويضيف أن أسرع طريق إلى السلام هو الدعم العسكري لأوكرانيا. ستولتنبرغ قال إن الحلفاء سيعلنون عن مساعدات جديدة لكييف في اجتماع رامشتاين المقبل. رئيس الوزراء الأوكراني يتوقع أن تتلقى بلاده 3 مليارات يورو هذا الأسبوع من أصل الدعم الأوروبي البالغ 18 مليار دولار. وفي الأثناء يدرب الجيش الأمريكي في ألمانيا كتيبة قوامها 500 جندي أوكراني، كما بدأ الجيش الألماني بنقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى بلد حدودي مع أوكرانيا. من جهتها أعلنت بريطانيا إرسال دفعة من دبابات تشالنجر 2 ستصل قريبا إلى كييف. على إثر هذا الدعم يهدد الكريملين، كل الدبابات التي سترسل إلى أوكرانيا ستحرق حتماً.